كل اللي بيميز الجنرال شبكة علاقاته مش أكتر. بصراحة طلبت منه حاجات كتيرة جدا وعملها لي، عمره ما خذلني أو فشل. بس أكيد طبعا المرة دي نزل من نظرك، صح؟ مش يمكن ده من حسن حظي؟ مالك؟ حاسة إن فيك حاجة متغير عن المرة اللي فاتت. لا أبدا، بس بفكر كده لو عرفت إنك كنت بشتغل إيه مع الجنرال أكيد أنا كمان كنت هنزل من نظرك. لا، على حسب اللي أنت بتعمله، إذا كان لمصلحتي أو ضدي. الشر والأذى واحدة مدام. كل اللي بيعمله بيفتكر نفسه إنه بطل وغلطان، بيكذب على نفسه. من كام يوم كنت بنصح واحد بقول له ما تديش ودنك لحد، ما تمشيش في طريق ما تعرفش ترجع منه. بس أنت عارفة سعادتك، وأنا بقول له الكلام ده حسيت إن أنا ممكن أكون بني آدم كويس. حسيت ان الوسخ اللي جوايا ممكن ما تحملش نفسك فوق طاقتها يا ري. ساعات بنضطر ان احنا نعمل الغلط مش عشان مفيش غيره، بالعكس، بس هو اوضح من الصح وكمان اسرع في تنفيذ كل اللي احنا عايزينه. وكل واحد فينا بالتاكيد بيحس ان هو بيعمل كل حاجه صح، عشان كده ما بيحسش ان هو بيعمل غلط. قولي، جنرال كلمك او هددك؟ ما اعرفش هددني، ده كله تحت السيطره. بس على فكره البدله حلوه قوي عليك، ما كنتش عارف انك عندك ذوق في البدل. مع اني ماليش فيها، ما بحبهاش، بس زي ما تقولي كده دي بروفا عشان عندي مناسبه. ايه؟ هتتجوز؟ اتجوز تاني؟ لا ابدا، انا عندي افتتاح المطعم بتاعي. مناسبة زي دي برضه ما تعزمنيش عليها؟ سعادتك محتاجة عزومة، صاحبة مكان، شرفي في اي وقت. ولو اني حاسة ان في حاجة مضايقاك، بس هسيبك براحتك تحكي وقت ما تحب. على فكرة كنت عايزاك في شغلانة أقدر أعتمد عليك فيها؟ طبعا، أمريني. يعني كان في واحد ما بيني وما بينه شغل، المفروض إن هو كان يبعت لي الفلوس على البنك على حسابي، فجأة غير رأيه عايز يبعت لي الفلوس دولارات وكاش. والمطلوب؟ تروح تستلمهم. صراحة مش مرتاحة خالص، حكاية تغيير رأيه المفاجئ دي مش مريحاني، حاسة إن وراها حاجة. لا متقلقيش، واعتبريه حصل كمان. ميرسي يا رهيب. يا سماح، ايه اللي مصحيكي؟ أنا ما نمتش أصلا. ما نمتيش ليه؟ مالك؟ طب أنا امبارح ما رضيتش أتكلم معاكي، ما كنتش عايز أسأل عليكي ولا أجي عليكي، لأن عارف أنت مش عايزة تسمعي حاجة. بس أنا عايز أقول لك يا سماح إن إحنا حياتنا مش ناقصة حاجة. عارفة ليه؟ عشان أنت مراتي وأختي وبنتي كمان. ناقصنا إيه؟ نزعل ليه؟ خلينا كده عايشين في روقان. مش ناقصين وجع دماغ ودوشة. وبعدين ما أنت يعني شايفة الجيل اللي جاي كله عامل إزاي؟ جيل معلم بيه لربنا. بس أنا كان نفسي أجيب حتة عيني. اعتبريني انا ابنك. انا عارف ان مفيش عيل ديناصور قد كده، بس انت عندك عيلين تانيين. عندك سيكا اهو، اهو عيل من يوم، ولا عمتي اهو امك دي بقى اصغر عيله شفتها في حياتي. ايوه كده، بتحكي يا موحى.
هو انا ممكن اخلف يا ريت؟ ايوه ممكن تخلفي طبعا، بس زي ما قلت لك 100 مره كل حاجه بقولها حسب حسابي على الله. في ناس كتير عايشه وعندها عيال بس مش طايقه عيشتها، احنا احسن من غيرنا كتير، والله احسن بكتير. بنت انا بحبك يا بنت، عمري ما بعد عنك عشان خاطر حاجه. افتكري له الرحمه. شكري مات من سنتين تقريبا، كان بيعمل معايا شغلانه وكان اشتد عليه المرض في الاخر، وحكى لي حكايتك وقال لي انه كان نفسه يشوفك ويشوف ابنه او بنته، ما كانش يعرف ابنه يوسف. وعلى فكره هو ساب لك وساب لابنه نصيبكم من ثروته، وشهدني وشهد مراته صفاء على الكلام ده. صفاء دي اخر واحده اتجوزها. لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا ما كنتش عايزة حاجة ولا عايزة فلوس، أنا كنت عايزاه هو إن شاء الله ساعة واحدة بس، ساعة واحدة من عمره يشوف ابنه ويقول له إنه أبوه، ويشيل عني الذل والمهانة والحسرة اللي عايشني بيها طول عمري. معلش افتكري له الخير. اتفضلي. هو انا مش هعيش هنا برضو ولا هتعاملني ضيفه؟ والله ما خدت بالي خالص، طبعا صاحبه البيت وانا اللي ضيف فيه. ماشي بس ابقى حاسب بقى على كلامك، ولا يعني هيبقى بايظ زي مواعيدك؟ والله يا حبيبتي اللي حصل ده غصب عني، الجلسه اتاخرت. الجلسه مش اهم مني يا شين، ولا ينفع يعني تسيبني مقطوعه في الشارع كده؟ يا حبيبتي انا قلت لك روحي استنيني في المكان اللي كل مره بنتقابل فيه، وانت اللي ما فاديش. يرضيك يعني اروح اقعد في المكان ده لوحدي واللي جاي واللي رايح يتفرج عليا؟ يا حبيبتي ما احنا لازم نعذره في بعض، واللي حصل ده كان خارج عن ارادتي والله. بص يا شين، انا اللي يحبني ويتجوزني لازم اكون عنده اهم من الدنيا كلها. وانت اهم حاجه عندي في الدنيا دي، واللي حصل ده غلطه ومش هتتكرر تاني. لا بقى انا ما اقدرش على كده، زعلك ده حاجه كبيره عندي قوي. اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجل. طب اتفضلي اتفضلي من غير اهل ما تزعلك دي، اتفضلي. ماشي. مبسوط يا يوسف ان احنا بقينا مع بعض؟ مبسوط الا مبسوط، ده انا ابسط واحد في العالم. عارف اقول لك على حاجه؟ زمان كده لما كنت بشوف حد واحده مخطوبه ولا متجوزه ولابسه دبله قول ايه ده؟ هي مش متضايقه من بتاع اللي جوه ايديها دي؟ كنت مش متخيله ابدا ان انا ممكن افضل لابسه دبله كده وخانقاني كده العمر كله، ولا حتى 10 سنين ولا سنتين ولا حتى سنه. حاسه اني مش هقدر استحملها ابدا. بس دلوقتي فهمت. انا مش حاسه ان انا لابسه دبله. حاسه ان انا لابسه تاج. حاسه اني ملكه. كفايه ان انا البنت اللي انت اخترتها. كفايه لما قلت لي نفسي اجيب بنات الدنيا كلها يا نودي، وامسك ايديك واقول لهم ان انت حبيبتي ان انت مراتي. مبسوطه قوي يا يوسف، قوي مطمنه قوي. كلامك حلو يا بنت نادي. ربنا يقدرني وافضل كده مريحك وبسطك العمر كله. مالك في ايه؟ ابدا في موضوع كده مضايقني شويه وكنت عايز اقوله لك بخصوص الوعد اللي انا كنت وعدته لك، يعني يمكن ما اقدرش اعمله. ايه هو؟ فاكره لما قلت لك قبل كده ان انا عايز اسمي المطعم نودي ريستورانت؟ اه. حصل ان في الفتره الاخرانيه دي واحنا بنقفل المحل وكده كان عندي أزمة سيولة جامدة، فاضطريت إن أنا أدخل معانا شريك رابع.
دي حاجة كويسة، المفروض تبقى مبسوط. ما المشكلة بقى إن الشريك الرابع ده حاطط فلوس كتير، يمكن قد الفلوس اللي أنا حاططها بالظبط. بصراحة لما قلت له على موضوع الاسم ما عجبوش، وقال إن هو عايز يغيره. أنا فكرت أحلقه يعني وأمشيه من الحوار كله. بس بيني وبينك كنت مزنوق في الفلوس. هو ده اللي مضايقك يا يوسف؟ اه. لا طبعا، انا يهمني ان انا موجوده جوه في قلبك، ان انا بتاعتك لوحدك. يعني انت مش زعلانه؟ لا طبعا، هيفرق في ايه يعني اسمي على يافطه ولا في استراو؟ المهم ان انت بتاعي العمر كله. ربنا يخليك ليا. خليك ليا. مش عايز ترقص؟ نعم. ايه نرقص؟ نرقص ازاي يعني؟ قوم رقصني بقى، يلا بطل غلاسة. ماشي، عشان اصلحك بس ما تاخديش على كده. ها طب يلا. ايه رايك في الاوضه؟ مش عاجباني طبعا. مش عاجباكي؟ عارف الاوضه دي منين ولا بكام؟ يكش تكون بفلوس البنك الدولي كله. مش برضه الست هانم اللي قبلي كانت بتنام فيها؟ ايوه يا حبيبتي، بس مفيش بس، انا ما ادخلش ابدا على عفش واحده تانية، ولا انا يعني اقل منها؟ لا طبعا، ولا تقارن نفسك بيها ابدا. خلاص يبقى تغير لي اي عفش هي استخدمته. حاضر، من بكره الصبح هبص في الكتالوجات الايطالي واجيب لك احدث حاجه نزلت. يا سلام، ومين قال لك بقى ان انا عايزك تجيب انت اي حاجه لوحدك؟ مش انا بقى اللي هعيش هنا، يبقى انا لازم اختار حاجتي بنفسي، ولا ايه؟ ولا ايه؟ طبعا عندك حق. تعالي بقى افرجك على بيت دوت. فرجك. طب ده حمار راح تسرق تانك بنزين. انت عارف العيال اللي سرقت البنزين خدت احكام قد ايه؟ ما انت عارف يا رايق، ابو دنيا نزلني من على العربيه، وهي صاحب تنبيل دلوقتي بتشرط عليك، وكل اللي يهمه ان الايراد يروح لحد عنده، ويكش حتى تسرقه له. تقوم تسرق تانك البنزين؟ هي العيال معاك اتمسكت وبلغت عنك، وهيثم حالف ان هو ما هيسيبك، هتعمل ايه دلوقتي؟ يا عم هي طولها زي عرضها، وبعدين يا رايق انا مش هشيلها لوحدي. يعني ايه مش هتشيلها لوحدك؟ يعني لو اتمسكت او اتحط في ايدي كلبش هقر على الراجل اللي غني اسرقها له. انت مين يا ياضر اللي وزك؟ واحد مقاول بيتاجر في كل حاجه يا رايق، اسلمه العربيه يفرغها هو في جراكن ويبيعها في السوق السوداء باضعاف ثمنها. طب وايه يقولك بقى ان التانك اللي انت سرقته كله اتدلع على الارض؟ انا ماليش دعوه، يكش حتى يرموه في البلاعات، انا خلاص مصلحت وجيت وخدت القرشينات. يعني ايه مالكش دعوه؟ انت بتنتقم من مين يا قاضي؟ من ناس؟ اي حد يقولك اسرق، اقتل، اخطف، تقول له امين؟ يا راي، يا راي انت ما بتشوفش العيال السريحه اللي بجراكن؟ هما بياكلوا والبنزينه بتاكل وكلها مأكله بعضيها يا صاحبي. طب اقول لك يا خليفه، دلوقتي تروح تلم حاجتك وتختفي خالص، ولو امك عزت حاجه انا رقبتي ليها. طول عمرك كبير يا رايق. يلا قوم يا واد، خلي بالك ان هيثم لعيب في كل حته دلوقتي، واكيد وصلنا ان انت هنا في القهوه. يلا قوم، تعالى تعالى اخرج من عشان محدش يشوفك. ايه رايك؟ دي تقريبا التشطيبات النهائيه تقريبا. تحفه بجد. خلاص فاضلك حاجات بسيطه قوي وتبقى جاهز. ايه رايك يعني؟ هيبقى جامد؟ هيبقى جامد بس عشان انت هنا. مش عارف، من غير كلامك الحلو، من غير وجودك في حياتي، انا مش عارف الدنيا كانت هتبقى عامله ازاي. مش عارف كانت هتبقى عامله زي الدنيا قبل ما تعرفني. انا ما كنتش بشوف قبل ما اعرفك، انا شفت الدنيا وشفت جمالها من عينيكي، من عينيكي انتي. مش هتيجي يوم تسحب الكلام ده بقى؟ ليه بتقولي كده؟ عشان ده اللي بيحصل ما بين اي اتنين بيحبوا بعض. امين، احنا مش اتنين، احنا واحد. مش عايز تعرف انا كنت ايه قبل ما نعرف بعض؟ انت بالنسبه لي من يوم ما شفتك قبل كده ما يهمنيش في اي حاجه. ويضايقك لو انا سالتك انت كنت ايه قبل ما اعرفك؟ ولا حاجه، كنت انسان عادي جدا، ممكن تلاقيه ماشي في الشارع من غير ما تحس بيه. كتفك ممكن يخبط في كتفه بالصدفه وبرضه مش هتحس بيه. حياتي ما فيهاش اي اسرار ممكن اخبيها، ما فيهاش اي حاجه.
عيونك دي مش عيون واحد شاف حياة سهلة. حاسة ان في حاجات كتير قوي جوا بس انت اللي مش بتقولها لي. لو في حاجة ممكن تتحكي انت اول واحدة هتعرف صدقيني. ده هيبسطني قوي. ايه ده؟ هو في حد جوه ولا ايه؟ مين اللي جوه؟ انا يوسف. يوسف يا حبيبي يا ابني. كده برضه يا يوسف؟ كل دي غيبه؟ اربع ايام بحاله ما تسالش على امك؟ وايه الجديد يعني؟ ما انا بغيب عنك على طول ولا بتسالي ولا بسال. بس المره دي انت كنت بتتجوز، كنت عايز اطمن عليك انت وعروستك. لا اطمني. هو انا حاجتي فين؟ كل حاجتك مكويه وموجوده في مكانها يا حبيبي. وعملت ايه بقى في رحله البحث عن ابويا؟ وصلتي له ولا لسه؟ ابوك الله يرحمه يوسف. يا خساره. كان نفسي اعمل اخر مشهد في الفيلم لما بيقابلني ويحضني ويوصيني والحبتين دول. بس يلا الحمد لله. اخبار مراتك ايه؟ كويسه. عملت فرح يا يوسف؟ هو ده اللي فارق معاكي؟ لا ما عملتش فرح. لو كلمتك وسالتك رجعتي ولا لا قولي لها لسه في البلد وما رجعتش. ماشي. طب استنى يا يوسف انا عايز اقول لك حاجه. رايح فين يا يوسف؟ يا يوسف انا قلت لها يا سون، قلت لها نروح لحد يعيد لها، ما رضيتش. البنت نايمه شاف. ايوه شافتها عين قويه وما صلتش على النبي. طب بصي بصي لعينيها كده اهو مصفره ازاي. شوفي والنبي يا ماما مش قادره الكلام ده. يا وليه يعيد لها ايه وكلام فارغ ايه؟ الحكايه ابسط من كده يا زوزه. لا الحكايه مش بسيطه. اصل انت ما انتش فاهمه، أنا خايفة لا يكون حد كاتب لها عمل على ظهر قرموط ورميه في المية. أيوة طب نجيبه إزاي بقى القرموط ده هوت ونفك العمل؟ ولا تكون يا أختي البت البت ملبوسة؟ أيوة أصلها وهي صغيرة كانت بتخش الحمام ضلمة. لا أنا لازم أوديها للشيخ المصراني، هو اللي هيفك لنا العقدة بشنيطة ده. هي مصراني إيه وأعوراني إيه يا زوزة؟ الحكاية أبسط من كده يا أختي. بقول لك إيه، دلوقتي في دكاترة ومعامل. انت فاكره البنت صبره بنت خديجه اللي كانوا جيراننا زمان؟ اه امها خدتها ولفت بيها على الدكاتره، سمعوها من المنقي خيار، وما مرتش سنه الا كانت مخلفه وجايبه بطن. بجد والنبي يا خالتي؟ امال ايه يا حبيبتي، ودلوقتي عندها ثلاث بطون. عقبالك ان شاء الله. يا رب يسمع من بقك ربنا يا سونا، ويرزقك يا موحى يا بنتي بدسته عيال، يدوا اخوك ويطلعوا عينيكي وما ينيموكيش الليل يا رب. يا رب يا امي. انتوا عارفين حاجة؟ أنا مش فارق معايا نفسي قد ما فارق معايا الرايق. يا حبيبي كده كتم في قلبه وساكت، وما كانش عايز يخلف. بيقول يوم ما يقول لي يلا بينا عايزين نخلف يحصل اللي يحصل ده. أنا خايفة يشوف عليا. شوفها يا ماما. لا يا حبيبتي لا. جرى إيه يا حبيبتي؟ أنت فاهمة إن العيال بتربط الراجل؟ الراجل لو عايز يفك هيفك، حتى لو متجوز السفيرة عزيزة وعنده قرطة عيال. يفك ايه يا ولية؟ هي مسحوبة من لسانك انتي، ان شاء الله تتفك مفاصلك مفصل مفصل وتمشي سايبة. الله انت جاية تنقع على البت ولا ايه؟ وتفسري عليها ولا هو احنا الراجل اللي يخش في وسطينا يعرف يفك مننا؟ ايه يا عم مالك؟ غرقان في حزب الديرما ولا ايه؟ الدنيا واقعة وفلوس مقصرة معانا. مقصرة ازاي؟ وفلوس الكارد بتوع صحاب الرأي مش متكفية؟ الفلوس دي المفروض تزيد. انما بقى الباشمهندسه اللي انت جايبها الواحد مش عارف يتكلم. طب وهي ذنبها ايه؟ مش بتعمل شغلها؟ المفروض تعرف ان احنا لسه بنبدا، بنقول يا هادي. وانتوا عشان بتقولوا يا هادي تعمل شغلها اي كلام؟ وانت كده كده خلصت اللي عليك، بدل ما تقعد تكسر وتبني، وان شاء الله بكره المحل يشتغل وتلم اللي صرفته. المفروض يكون في فلوس احتياطي، نجيب عده زياده، حاجه وقعت كده ولا كده، افهم فلوس احتياطي. خلاص يا عم خليها على الله، بكره هتمشي بسبوسه. بسبوسه؟ طب يا بسبوسه انا رايح المهندسين اشوف بدلتي خلصت ولا لسه، لو في اي حاجه كلمني في التليفون. طب ما تستنى لغايه بالليل ونروح سوا. استنى يا مجنون، الافتتاح بالليل. والله؟ اه والله. طب او بدلتي فين؟ اقعد بقى اسال نفسك السؤال ده، بدلتي فين؟ بدلتي فين؟ طب انا بدلتي فين؟
من ساعة آخر مرة شفتك فيها مفيش ثانية عدت ما فكرتش فيها فيكي. إيه فيها فيكي دي؟ طيب ومادام مفيش ثانية عدت غير لما فكرت فيها فيا، لازمته إيه بقى الوقت ده كله؟ عادي، كنت عايز أشوف هتوحشيني قد إيه وهوحشك قد إيه، بس أنا شايف دلوقتي إن أنا كنت وحشك أوي. عينيكي بتقول كده، بس مش أكتر من أنت كنتي وحشاني. هو أنت عملتي فيا إيه؟ قصدك أنت عملت فيا إيه؟ ولا أقول لك إحنا عملنا إيه في بعض؟ إحساس غريب أوي مش كده؟ بس حلو، أنا مبسوطة. مبسوطة بقى عشان شفتي قد ايه انت كنتي وحشاني؟ لا، مبسوطة عشان انت عرفت قد ايه انت وحشتني من غير ما اقولك. على فكرة انت وحشت رامي كمان. بجد؟ اه. اشمعنى؟ النهاردة كنت بقوله ان انت هتيجي تعيش معانا لما نتجوز، وافق على طول. طب والله ده كلام عظيم. طيب افهم من الكلام ده ان رامي بيحبني اكتر ما انت بتحبيني؟ مفيش حد يحبك أكتر مني يا يوسف، مش هخلي حد يحبك أكتر مني. أنا بحبك. أنا بموت فيك. يلا يا رجاله شد حيلك. فين الانجاز؟ انا يا ريس. مساء الخير. مساء الفل. ايه الجمال والحلاوه دي؟ ميرسي قوي. ايه الاخبار؟ في اي مشاكل؟ معقوله انت تعملي الشغل ده كله ويطلع فيه مشاكل؟ هو بصراحه انت خربتي بيت الجماعه في مصاريف، بس قشطه. خربت بيتهم؟ خربت بيتهم ازاي يعني؟ هم مش عايزين حاجه كويسه ولا حاجه اي كلام. اه، ما انا قلت لهم انت ما بتعمليش حاجه نص نص زي الناس التانيه اللي بتعمل اي كلام. على راي المثل، اطبخ يا جاريه كلف يا سيدي. جاريه يا بنتي، ده مثل. المهم انا مبسوط قوي انك جيتي النهارده، عشان كنت نفسي اشوفك قوي. ما اعرفش، في حاجه قالت لي ان هشوفك الليله دي واتعشى معاكي بعد الافتتاح. سيد، انت عايز مني ايه؟ انا اذا كنت فاكر عشان جيت لك في المكان ده مره بقى انا من النوع ايه، تبقى انت غلطان. انا عمري ما فكرت كده، بالعكس، ده انا عشان بحترمك عارفك انت ايه، وده اللي عاجبني فيكي. ماشي. طب ايه بقى؟ عشان نتعشى سوا الليله دي؟ انا عندي شغل بكره الصبح ولازم اصحى بدري. انتوا محتاجين حاجه مني؟ محتاجين تحضري فرح. ايه، مش انت اللي عامله الشغل ده؟ يبقى فرحك. طيب بعد اذنك ان شاء الله. طب هشوفك الليله دي. طول ما انت معطلني كده ولا هعرف اجي ولا هعرف اشتغل. طب كده براء. عن اذنك. اتفضلي. استناكي. استناكي يا حبي. عسل عسل. يلا يا واد اشتغل. الله، رايح فين؟ يا سعيد، ده اسمه كلام يا سعيد؟ بتخلي رجالتك يوقفوني على الباب بره؟ ده حتى عيب يا جدع، ده احنا قرايب. سكر زيادة يا حبيبي. انت عايز ايه يا ابني انت؟ وايه حكاية قرايب دي كمان اللي بتقولها؟ مش انا اللي هربي لك ابنك؟ نبقى قرايب ولا لا؟ انت يا اهبل، تربي لي انا ابني؟ اتربطت ولا ايه؟ لا، خليك حلو. خليك حلو ورايح على ظهرك واسمع الكلام. امه هتبقى مراتي. يعني العلاقة ما بيننا لازم يبقى فيها ود ومحبة، يا إما هخلي الواد يكرهك. مين ده اللي يخلي ابني يكرهني؟ ده أنا أفرمك كده تحت رجلي. بطل الحبتين بتوعك دول، مش عشان في مكانك سبق جيت وطربقت فوق نفوخ الرمم اللي واقفين بره دول. رجالك في كلمتين اسمعهم مني واتكل على الله. عايز الواد؟ خده، ما يهمنيش، أنا أصلاً مش طايق حاجة من ريحتك. إنما غالية لا تروح لها مكانها ولا ترفع عليها سماعة التليفون. ولو الواد قاعد معاها وليك مزاج تشوفه تكلمني انا الاول تستاذن مني، وانا اكلمها واظبط لك الواد واقول لك امتى تروح تجيبه وامتى ترجعه. حلو الكلام يا صاحبي؟ وامتى بقى الجواز ان شاء الله؟ لا لا، دي خصوصيات عيله مالكش دعوه انت بيها خالص. يلا سعيد، انا جيت لك لحد عندك عشان اقول لك الكلمتين دول، حصل عكسهم ما تزعلش مني. ماشي.
ماشي يا بنت الشيمي. كل اللي بيميز الجنرال شبكه علاقاته مش اكتر. بصراحه طلبت منه حاجات كتيره جدا وعملها لي، عمره ما خذلني او فشل. بس اكيد طبعا المره دي نزل من نظرك صح؟ مش يمكن ده من حسن حظي؟ مالك؟ حاسه ان فيك حاجه متغير عن المره اللي فاتت. لا ابدا، بس بفكر كده لو عرفت انا كنت بشتغل ايه مع الجنرال اكيد انا كمان كنت هنزل من نظرك. لا، على حسب اللي انت بتعمله، اذا كان لمصلحتي او ضدي. الشر والاذى واحده مدام، كل اللي بيعمله بيفتكر نفسه انه بطل وغلطان، بيكذب على نفسه. من كام يوم كنت بنصح واحد بقول له ما تديش ودنك لحد، ما تمشيش في طريق ما تعرفش ترجع منه، بس انت عارفه سعادتك. وانا بقول له الكلام ده حسيت ان انا ممكن اكون بني ادم كويس، حسيت ان الوسخ اللي جوايا ممكن ما تحملش نفسك فوق طاقتها يا ري. ساعات بنضطر ان احنا نعمل الغلط مش عشان مفيش غيره، بالعكس، بس هو اوضح من الصح وكمان اسرع في تنفيذ كل اللي احنا عايزينه. وكل واحد فينا بالتاكيد بيحس ان هو بيعمل كل حاجه صح، عشان كده ما بيحسش ان هو بيعمل غلط. صح؟ قولي، جنرال كلمك او هددك؟ ما اعرفش هددني، كله تحت السيطره. بس على فكره البدله حلوه قوي عليك، ما كنتش عارف انك عندك ذوق في البدل. مع اني ماليش فيها، ما بحبهاش، بس زي ما تقولي كده دي بروفا عشان عندي مناسبه. ايه؟ هتتجوز؟ اتجوز تاني؟ لا ابدا، انا عندي افتتاح المطعم بتاعي. مناسبة زي دي برضو ما تعزمنيش عليها؟ سعادتك محتاجة عزومة، صاحبة مكان، شرفي في اي وقت. ولو اني حاسة ان في حاجة مضايقاك، بس هسيبك براحتك تحكي وقت ما تحب. على فكرة كنت عايزاك بشغلانة، أقدر أعتمد عليك فيها؟ طبعا، أمريني. يعني كان في واحد ما بيني وما بينه شغل، المفروض إن هو كان يبعت لي الفلوس على البنك على حسابي، فجأة غير رأيه عايز يبعت لي الفلوس دولارات وكاش. والمطلوب؟ تروح تستلمهم. صراحة مش مرتاحة خالص، حكاية تغيير رأيه المفاجئ دي مش مريحاني، حاسة إن وراه حاجة. لا متقلقيش، واعتبريه حصل كمان. ميرسي يا رهيب. ليه يا بابا؟ بليز عشان خاطري. أربل كان عند محامي امبارح بيجهز أوراق الدعوة والإقامة، وأول ما تجهز أبلغك عشان تروح السفرة تلاقيها جاهزة. يا بنتي أنا مش برجع في كلامي ولا حاجة. أنا ابتديت أصفي حاجتي خلاص، وعمك الشيمي ده هتبقى هو اللي هيشتري البضاعة يعني. طيب أمال في إيه تاني؟ خلاص أهو. مفيش، أنا بحاول أفكر معاكي بصوت عالي، آدي. لا لا خلاص، إحنا خلصنا واتفقنا. خلاص يا حبيبتي، خلاص. ماشي يا بابا، مستنيينك. خلي بالك على نفسك. باي بابا. ده انت تقلب بوزك في يوم زي ده؟ حلمنا بيتحقق يا امين، وانت عامل كده ليه؟ يا يوسف يا جدعان انا عملت ايه؟ بتعمل ايه في ايه؟ انت مش شايف نفسك ولا ايه؟ انت مش شايف سماها قاعده ازاي زي ما تكون قاعده في عزا؟ يا ريت ما كنت خطفت موضوع الخليفه ده، ما كنا عايشين زي الفل. بقول لك انا مش شايف حشد، مش هينفع في ناس مهمين جايين النهارده. يا عم بعيد عن الناس. انت عارف احنا فين دلوقتي؟ ها؟ احنا في ملكنا. ملكنا يا امين. ماشي ماشي يا يوسف. اطلب بوزك بقى. ماشي ماشي.
شيمي باشا. ازيك يا شيمي؟ اتفضل يا شيمي. اتفضل يا فندم. اتفضل يا شيمي. انا بجد كده ازعل منك وازعل قوي كمان بقى يا راجل. معقول انا ابيعك؟ انا لو بعت الدنيا كلها حاجه عندك انت واقف هي عليك الابنه دي اكلمه ليه يا عم دهشوري؟ يا سعيد ده انت خطفت الواد وسفرته بره مصر وحرقت قلب امه وتسيبني انا للعيال الصيع دي؟ يا بيه حركه قلت انك اكيد هتفهمها. يا بيه قلبي لو كانت عارفه ان انا وانت متفقين نخطف الواد ونسفره كانوا هيسلموك للحكومه وساعتها انت كنت نازل الانتخابات. يعني ما ينفعش يحصل معاك المواضيع دي. بعدين قلت اكيد هتفهم ان انا بعمل كده لحد ما اجي واخلصك منه. ما جتش ليه خلصتني يا سعيد؟ ما انا عرفت ما اتقصت وعرفت مكانك كنت انت بقى خلعت. الله قلت اكيد هتكلمني هتسال عليا لكن انت خدت في وشك واختفيت. قلت لك بقى بيزعل ايه؟ ماشي مطلوب ايه مني يا سعيد؟ عاوز ايه؟ عايز الخير ليا وليك ونبتدي صفحه جديده بس اهم حاجه ما تبقاش زعلان مني. بالك ان العيال دي كنت هفرم من المسافرين بس خلعوا مني ولاد الحرام. عاوز ايه مني يا سعيد؟ ننسى اللي فات عشان لو انت عدونا واحد ولا عاجبك الشيمي واعمل لسكو كل واحد فينا كده على قفاه. خلص عاوز ايه؟ مد ايدينا في ايدين بعض ربنا على الخير ونرحم. ادي الشاي. ايه مش على بعضك يعني؟ لا مفيش ابدا. مفيش طبعا. عايزه تساليني رحت لاحمد ولا لا؟ رحت له. بص يا شباب من الاخر كده الواد ده هفه وما ينفعكيش ومش ده اللي اتمنيته لاختي ابدا. مش ده اللي تشوفه اللي اشوفه؟ طب ده رايي انا، فين رايك انت؟ مش دافع عنه، تقولي واد جدع يجي منه. اه والله جدع ويجي منه كويس قوي، بس انت اديله فرصه. حاضر، هديله فرصه، بس هو عايز يتظبط شويه، كئيب كده وشعره ده، ايه شعره ده؟ ما تشوفي حل في الموضوع ده. هظبطه. بس عارف يعني جدع كده ويعتمد عليه، راجل عامل زيك كده والله. عامل زيي؟ مفيش حد زيي يا بت. اه طبعا مفيش حد زيك. قولي بقى يا عفريتة. عرفتي ازاي؟ من المستشفى. جالي مستشفى مع واحد صاحبه كان عيان يعني وقعد يستهبل كده شويه بس انا سكيته اديته على دماغه.
فعمل فيها عيان وصعب علي، قلت اكسب فيه ثواب. ماشي ماشي يا ام الخير والانسانيه، خليه بس يعدي من اللي هو فيه وبعد كده نشوف الدنيا فيها ايه. يا رب ان شاء الله. ماشي يا شيكو. مبسوطه؟ اه. ماشي روحي انت. ربنا يخليك ليا. انت يا ابني قوم بقى يا نجم. يا تيفا صباح الفل يا معلم. في ايه؟ صباح الفل يا عم. حد ينام لغايه دلوقتي في اليوم المفترج ده؟ ليه مفترج ازاي يعني؟ صدق ازعل منك يا صاحبي، تنسى ماتش المصري اللي بورسعيد؟ ايه اللي حصل لك ده؟ انت كنت جدول الدوري اللي بنعرف منه مواعيد الماتشات. يلا اهو قوم يلا عشان تيجي معايا. ده انا ما صدقتش لما امك قالت لي انت خلاص خرجت للدنيا. معلش يا تيفا. اعذرني انا روح انت، انا ماليش نفس. نروح احنا؟ انت عايزني بقى اكلم لك الناس تيجي تشيلك ليله بيله وتجيبك بالعافيه؟ انا غلطان اللي انا منعتهم ان هم يجوا معايا. قوم يلا يا عم بدل ما اكلم الناس يجي يعملوا لك قرود هنا. انا مش هروح يا مصطفى، انا مش هروح. ليه؟ انت بقيت زي الفل اهو. معلش عندي دكتور بالليل. انا هنحور؟ ما الدكتور بتاع ابوك وانا اللي بتابع معاه وعارف هو بيروح له امتى. ما تستهبلش يا عم الحاج، انا مش بتكلم عن الدكتور بتاع ابويا، انا بتكلم عن الدكتور بتاعي انا. انا حضرتك عندي عين طايره لازم اروح اغير عليها واشوف الكشف والحوارات والجو ده كله. طب يعني ينفع تفوت ماتش زي ده؟ معلش الجايه الجايه كتير ان شاء الله، الجايه كتير يا تيفا. المهم روحوا انتم وترجعوا بالسلامه ان شاء الله. وابوس ايديكم، ابوس ايديك انت وهم يا تيفا واحد واحد. وحياه غلاوه ابو تريكه عندكم يا شيخ، ما تعملوش مشاكل مع البورسعيديه تمام؟ عشان هما شايلينها لنا من المره اللي فاتت. في ايه يا عم حماده؟ احنا بعون الله نسد مع اي حد، بس انت ادعي لنا. كله على الله ان شاء الله. طب انا ايه بقى شكلي هسحب عشان العيله عماله تزن. سلام. ماشي يا تيفا. خد بالك من نفسك يا ولد. خليها على الله. سلام. ونعم بالله. سلام يا حبيبي. يا سيكا برضه نويت تمشي؟ ما انا سابق قلت لك يا رايق مش هينفع اعمل لك مشاكل اكتر من كده. يا ابني مشاكل ايه؟ المشاكل في كل حته وعند كل الناس، بعدين المشاكل خلصت خلاص اتكلم بقى واقعد. معلش يا رايق سيبني براحتي عشان انتوا كمان تاخدوا راحتكم، وبرضه سماح تاخد حريتها في بيتها. يا ابني سماح ايه؟ سماحتي زي اختك ومرات اخوك بنت عمتك في نفس الوقت، يعني مش حد غريب. ولا انت عشان لقيت حته شقه عايز تمشي؟ يا عم استنى نجيب لك حتتين عفش نحطهم في الشقه بعد كده اروح اقعد فيها. الشقه متظبطه ومش ناقص اي حاجه، وبعدين انا مش رايح اتجوز، هو سرير ودولاب وتقضي الليله. يا سيكا يا سيكا طول ما انت قاعد بعيد انا ما ببقاش مرتاح. ومين قال لك هكون بعيد؟ هتلاقيني نطيت لك كل شويه، ما انت عارف بيحصل لي مشاكل وانت اللي بتشيلها لي. يا عم ما تقولش كده، انا عليا ليك ياض. انا مش عارف اقول لك ايه يا رايق. انا من غيرك ولا حاجه. ان شاء الله ربنا يقدرني ويرضي لك كل جمايلك. جمايل؟ تعبيط يلا. ربنا يخليك يا اخويا. هتوحشني وخلي بالك من نفسك. وانت كمان. وكلمني لو في اي حاجه. ها؟ ماشي. خلي بالك. اديك على الله. خرابي؟ شنطة مين تاني دي يا ميمي؟ يا خرابي؟ ده البيت خلاص يا ناس، البيت قد الحق ما يساعيش حد، ده هيطق من جنابه ابن البشر اللي فيه يا ناس. ما تخافيش يا عمتي انا اللي سايب البيت واسكن بره. حبيبي يا سيكا انت اللي هتسيب البيت وتمشي ليه يا حبيبي؟ ما البيت واسع اهو يرمح فيه الخيل ويساعد من حبايب الف والله. الله. وبعدين يا سيكا انت ده انت اللي بتحكي معايا وانت اللي بتتكلم معايا. الواد ده هو طول النهار يرمح في الشوارع وما اعرفش عنه حاجه، والبنت الثانيه طول النهار جوزها شبرين والكماشه ما بتفتحش بقها، مين هيسليني يا حبيبي؟ يا عم اتصرف يا عم ميمي. معلش يا عمتي انا كل يوم هجيب لك لب واطلع لك الواد نحله ساعتين تلعبي بيه. لب ايه ونحله ايه؟ نحله هو انا صغيره عشان العب بالنحله؟ وبعدين هو سيكا بكيلو لب؟ لا سيكا فستق لوز انجمل كده يعني. هنفتح لك مقله يا عمتي. يلا بالاذن. يلا اتك على الله. سلموا لي على سماح. مع السلامه يا سيكا. خلي بالك من نفسك. يا يعني يا موحوده يا يعني. يعني 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 الواد ده هيقطع بيا يا ميمي والله والله هيقطع بيا. طب هو كان قاعد يعني كنت انا نظفت له الاوضه اللي فوق اللي هي بتاعت الفراخ دهيت وكان هخليها له زي الفل ويقعد فيها. معلش اصل في مشاكل بينه وبين الفراخ. قلت ايه يا بدو؟ ابوس ايدك ابوس ايدك يا غشوري بيرحمني.
سعيد هو اللي اتفق معاك ليلتها يا بدوي؟ لا لا مش سعيد. امال مين؟ انا اتضحك عليا يا دهشوري بيه، اتضحك عليا وشرفك. ما تحلفش بشرفي يا كلب. مين اللي اتفق معاك؟ يوسف، يوسف، يوسف اللي شغال عند الشيمي. الشيمي تاني؟ لا تقصني يا باشا ورا الواد ده، وطلع من رجاله الجنرال. من رجاله الجنرال؟ ايوه يا باشا. مين اللي وزي الواد ده يا بدوي؟ والله العظيم ما اعرف يا باشا، والله العظيم ما اعرف. يعني ايه؟ شغال لحسابه؟ هو عايز يراضي الشيمي بأي شكل، وشكله كده عملها لحسابه. ماشي يا بدوي، ماشي. ابوس ايدك يا باشا ارحمني، انا ما استاهلش منك كل ده. انا مش هسألك انت خنتني ليه، لان الكلب محدش بيسأله انت نجس ليه. خلصوا على الواد ده وتوه رمته، مش عاوز حد يتعرف على خلقته.